هنا بمدخل مدينة بوغارة الواقعة شرق ولاية البليدة تسببت مفرغة القمامة هاته بعد سنة ونصف على انشائها في عدة امراض جلدية خطيرة رجع جا راه وصور من مقطعتك حتى اللخر وتكلم مع الوزيرة مباشرة وقال لها المفرغة راهي الضربة اللي فيها الحساسية فيها الامراض فيها كلش اللي ما تشكي رئيس البلدية ولا رئيس الشب دايرة ولا الولي على بالهم كاع بها هذه راهي دير الامراض يدير الامراض الخطيره تاع الحساسيه في الليل الكبير بعد في الصيف في الصيف يتاثر بزاف الدخان ما تقدرش تفتح حتى تواقي المفرغه هذه سبت بزاف مشاكل نقص الادويه تاع تاع الربو الجلد ناقصين بزاف ماشي ناقصين على جل المفرغه هذه ناقصين ديجا في الاخر وهنا في بوكارا اكثر استياء الكثير من المواطنين من هذا الوضع الذي ما فتئ يزداد يوما بعد يوم لم تستطع السلطات المحلية أن تجد له حلا رسلنا الجهات الوصية سابقا رسلنا, رسلنا الجهات الوصية وإن شاء الله يكونوا على في الاستماع نتاعنا وإن شاء الله يسيبونا حل لهذه المفرغة لأننا لأن الشعب دائما يوميا شكا المواطنين ستقوني يوميا شكا المواطنين تتمحور حول هذه المفرغة المفرغة العمومية التي أصبحت اصبحت تشكل خطرا على صحه سكان المنطقه نتيجه عدم التقيد بشروط احترام البيئه وفي ظل غياب تام لمديريه البيئه لولايه البليده